السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سكلت في فيديو جديد من لعبة سيج اب او ار تي اس. النهاردة يا شباب هتبقى اول مهمة في البحر او نعمل مراكب غير الجنود اللي عندنا، فما تنساش تضغط على زر اللايك والسبسكرايب ويلا بينا على الفيديو. احنا دلوقتي عندنا المزرعة والخشب، روح جمع خشب، روح مزرعة، روح انت كمان، لا شجرة يعني، وانت كمان روح عمل. ايه ده؟ كنت فاكر ما عنديش حديد. طيب، وعندي ان انا حلو حلو عندي ان انا اعمل مراكب دلوقتي. نعمل المركبة دي تصطاد لنا هنا، تمام. دلوقتي احنا عايزين جنود، تمام، وعايزين في مكان رخم مش عارف امسكها. مسكتها خلاص. طيب تمام، المفروض ان احنا نعمل جنود دلوقتي. ما عندناش ذهب خالص. طيب احنا نعمل دي انها تروح هنا ودي نفس المكان، تمام. وعندنا مركبة نخليها هنا، نجيب الراجل ده، الراجل ده نوديهم هناك عشان يدافعوا عن المواطنين العاديين. طيب عندنا حديد، حلو حلو. عندنا مشكلة في الذهب، عندنا مشكلة في الذهب. طيب تمام، ما عندنا مشكلة في الخشب. ايه ده، هو انا عملت الجنود دول امتى؟ طيب، الحمار ده بس يوصل. لا هعمل الجندي المتطور، عايز اعمل مركبة تانية من دي. صنع المراكب ياخد وقت. رايح فين رايح فين؟ لا لا لا، ما نخليهاش ناحية نخليها ناحيتنا هنا دي، علشان ما يأذوهاش او كده. طيب نبني ده وده. الاكل عندنا كويس، الخشب محتاجين نستمين يجمعوا لنا الخشب، تمام. ايه ده، ثواني، هو احنا عندنا ضدنا كم واحد؟ ليه عايزين تتأذوا؟ انتوا عايزين تتأذوا شكلكم. شكلهم كده عايزين يتأذوا. ثواني، هي المدينة، هي مش دي مدينة؟ أيوة، نروح نموتهم وناخد أرضهم، تمام. ليه هتجبروني إن أنا أذيكم؟ هتجبروني
اول واحد مثلا عندنا طيب تمام. لا 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 مش عايزينهم يموتوا، مش عايزينهم يموتوا دول برضو. تمام انا حاسس ان احنا اقل جنود اصلا. اوبس لازم نعمل حاجة في المشكلة دي كده. كده تقدر توصل لهم؟ لا للأسف متقدرش. لا لا تعالى انت هنا، هو كده كده مبقاش موجود. لا 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 مش عايز اعمل، كنت عايز اعمل دول اربعة. تمام ستة سبعة تمانية تسعة عشر، 10 رماح. حلو طيب تمام. لا 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 المركبة أنا عايزها تبعد بس عنهم وتضرب. طيب ثواني عشان في كذا واحد جاي هجوم عليه كله. طيب رايحين فين؟ اوبس. طيب كلكم روحوا، انتوا كمان روحوا. تصرفوا انتوا مع المركبة، اللي يعرف يروح يروح. ايه ده هم مرجعوها تاني ولا ايه؟ مركبتنا هي اللي اتحرقت. ريبير ريبير ريبير. اوبس ما بقاش عندنا مينا، يبقى احنا هنعتمد على المشاة بس. تمام المفروض نسحب، انتوا انسحبوا ونعمل you need more houses. ابني بيت طيب. You need more houses. أبني بيت تاني. تسعة عشرة. يشوفوا مش هنا مش هنا مش هنا مش هنا أخبية، مش هنا مش هنا مش هنا. وانتوا كمان روحوا هنا، وانت تعالى كمان معاهم. طيب كده اول مدينة اتأذت. لا كده احنا مضطرين نتعامل معاك. سمعت نقدر ننهيكم عادي.
نروح للناس دول ندمر المينا بتاعتهم. زي ما هم عملوا ده نرجع لهم ودول نعمل لهم سيلكت. انتوا كمان روحوا. طيب اول ناس انتهوا تمام. لا ما تروحوش تأذوا، ما تأذوهوش. ليه ليه عمل لكم ايه؟ لا هو اللي بدأ، هو اللي بدأ. ثواني ثواني هي من هنا. طيب تمام لازم نروح ننهيها. ننهي دي تمام النص تمام. نروح ننهي دي قربنا نكسب قربنا نكسب. هبعت الناس دول ادق. لا مخدتش بالي مخدتش بالي من بعده حد. انتوا كمان روحوا انتوا كمان روحوا. يا ليه الناس هنا معلقة؟ اوف دمرولنا. ايوه صح صح ايه ده؟ هو فين بقية المدينة بتاعتهم؟ دي هجوم هجوم هجوم. خلاص هو احنا مش محتاجين. افضل حاجة تانية الراجل ده ضعيف قوي. ما بقاش عندنا موارد علشان دمروا البيت الأساسي أو المخزن. ليه 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 ليه؟ أنا ما قلت لكم مش هتعمل كده. أنا قلت لكم دعم لهنا. نروح نفجر المكان ده. مش المكان، المركبة. فان احنا ايه ده بنوها تاني ازاي؟ طب حرام انا مش عارف مكان ال بتاعتهم المملكة بتاعتهم. طيب لا لا السلت نبعد عنهم نروح الناحية التانية. بنوها تاني ازاي؟ لا دي بتدينيش تاني اصلا. على على لا 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 ارجعوا ارجعوا هنا. تمام
تمام. تمام في حاجة ناقصة انا بكسرهاش. ايوه المينا. لا لا روح كسر المبنى. يس كسبنا. طيب كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعمل لايك سبسكرايب كومنت شير. مع السلامة.